للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت السيد رامي نعيم المحلل السياسي اللبناني. سيد رامي مساء الخير. مساء النور. بداية يعني كيف استطاعت إسرائيل أن تجر لبنان إلى حرب من خلال حربها مع حزب الله وما قامت به من عملية اغتيال هنية داخل طهران؟ أستاذتي العزيزة، إسرائيل لم تجر لبنان إلى حرب. أولا لبنان لا دخل له فيما يجري، من يقوم بحرب في لبنان هو حزب الله. الدولة اللبنانية الرسمية بالحكومة ومش نواب والمسؤولين السياسيين لم يعلنوا أبدا أنهم بحالة حرب ولن يعلنوا ذلك. هناك بعض من يقف إلى جانب حزب الله، هذا أمر آخر، ولكن للأمانة حزب الله من جر إسرائيل إلى الحرب، ليست إسرائيل من جرت حزب الله إلى الحرب. إسرائيل كانت بحرب بين إسرائيل وحماس إلى أن قرر حزب الله وبأوامر إيرانية أن يقوم بجبهة إسناد، وأسماها إسناد، وتدخل هي إسناد فعلا لإيران وليست إسناد لحماس. ومن هذا المنطلق دخلنا الحرب على مستوى الجنوب اللبناني والبقاع وبيروت الضاحية الجنوبية، وسقط اللبنانيون بين قتلى وجرحى وتدمر الجنوب، وكل ذلك لأن هناك أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يريد أن ينفذ أوامر قائاني والخامنئي. طيب سيد رامي، يعني حضرتك تقول انها لا تجر لبنان، يعني لا نتحدث عن حكومه لبنان، لكن انا اتحدث عن حتى انها عندما قامت باغتيال فؤاد شكر فهي قامت باغتياله داخل بيروت، يعني هناك خطر على المدنيين حتى بالداخل. لا، هناك خطر، ونحن نقول دائما لا تدخلوا لبنان في هذه الحروب، ولبنان لا يريد ان يكون جزءا من هذه الحرب، نحن نريد ان نكون تحت جناح جامعة الدول العربية. إذا قررت جامعة الدول العربية خوض حرب ضد إسرائيل سنكون أول المهاجمين وسنكون أول الانتحاريين والمقاتلين، ولكن نحن اليوم نعلم جيدا أيتها الأستاذة الكريمة أن هناك حربا قوية بين إيران وإسرائيل. صحيح. فلا دخل لنا نحن من أي جانب من الجوانب، هذا ما نقوله دائما. لبنان بخطر، لبنان بخطر، والخطر ليس لأن لبنان قرر خوض حرب، الخطر لأن إيران قررت أن تستعمل أذرعها في حربها ضد إسرائيل، وبات لبنان جزءا من هذه الحرب، ونموت كل يوم وأطفالنا يبكون ويتشردون، نهرب بهم من بيروت إلى قرى بعيدة عن بيروت، ثم يخافون من جدار الصوت، ونهرب بهم إلى بيروت ونخاف من الموت، ونخاف بأن يكون هناك قيادي من حزب الله يسكن بالقرب منا ونحن لا نعلم ما هو تاريخه وما إلى ذلك. نحن في حالة حرب حقيقية، ولكن لم نخترها، لم نقرر نحن أن نخوض هذه الحرب، ولسنا مستعدين لها، وليست قضيتنا أصلا. قضية الفلسطينية هي قضية العرب، ولكن المعركة اليوم هي نفوذ الفرس مقابل نفوذ إسرائيل، لأن فلسطين بما نعرفه القضية الفلسطينية يتم حل هذه القضية من خلال الجامعة الدول العربية ومن خلال السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين وسوريا وكل هذه الدول، ولا دخل لإيران في القضية الفلسطينية إلا في حال قررت نصرة هذه القضية من ضمن شروط وضوابط جامعة الدول العربية، وليس كما يقرر الخامنئي. طيب. ولأهداف توسعية ولأهداف نفوذ. طيب سيد رامي، يعني برأيك لماذا تصعد إسرائيل بهذا الشكل؟ لماذا خرجت من قضيتها الأساسية كما قلت وتشعبت في منطقة الشرق الأوسط؟ لماذا تحث كل يوم الإقليم على الحرب؟ لماذا تريد تصعيد بأكثر من جهة وأكثر وتتوسع بالتصعيد بهذا الشكل؟ أستاذتي، ألم تري الكونغرس الأمريكي كم صفق مرة لنتنياهو؟ ماذا يريد نتنياهو أكثر من ذلك؟ نتنياهو الآن يحظى بضوء أخضر أمريكي، وهو يستغل فرصة الانتخابات الأمريكية والضياع الموجود الآن وحاجة الجميع إليه، لأن اللوبي الصهيوني هو الأقوى، بالإضافة إلى هذا الضياع الروسي مع يقابله مشاكل في أوروبا والمشكلة الروسية الأوروبية، إلى ذلك يلاقيه هذا المشكل الأكبر الصيني الأمريكي. نتنياهو اليوم ما يفعله في المنطقة هو فرصة سانحة له لأن يوسع عملياته العسكرية وضرباته، لأنها فترة ضبابية، لا أحد يمكنه أن يعاقب نتنياهو على ما يفعله، هو فعلا مجرم حرب. ولكن كيف نقابله؟ نقابله بأننا نعطيه الفرص ونعطيه الأسباب الكافية لأن يفعل ما يريده. لا يمكن نتنياهو أن يقتل الناس ويصفقون له في الكونغرس الأمريكي إلا إذا كان بإمكانه أن يقنع الكونغرس الأمريكي بأنهم هم من تعدوا عليه، وهذه مشكلتنا هنا، هذه مشكلتنا. نتنياهو
لا يجب أن نعطيه هذه الفرص، نعطيه الفرص متتالية 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 ثم نقول يقتلنا. علينا أن نعرف ماذا نريد. إذا كنا فعلا نريد أن نصل إلى دولة فلسطينية ذات حقوق وذات سيادة يجب أن نأخذ ذلك برضا المجتمع الدولي. لا يمكننا كسر المجتمع الدولي ونطالب بحقوق الفلسطينيين مقابل إسرائيلي متعنت يحظى بدعم أمريكي وبدعم غربي وبدعم وبدعم وبدعم، ومقابل أجندة غير عربية أهدافها لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا الأمة العربية جميعا. علينا أن نضع أولويات أمامنا، وأولوية من يحاربون إسرائيل اليوم ليست فلسطين وليست عربية. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت السيد رامي نعيم المحلل السياسي. شكرا جزيلا. شكرا لك.